كما يتم التركيز على الصعوبات والعقبات التي تهترق مسيرة التنمية والاستثمارات الزراعية واقتراح الحلول لها، حيث نظمت الهيئة العربية مؤتمرها الأول للاستثمار الزراعي في القاهرة في جمهورية مصر العربية في ديسمبر عام 2010، والذي كانت أبرز موضوعاته مناقشته بتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في الاستثمار الزراعي. بينما عقد المؤتمر العربي الثاني للاستثمار الزراعي في تونس في شهر مايو من عام 2013 تحت رعاية وتحت شعار تحفيز الإبداع واستقطاب الشباب، وتم فيه طرح الاستراتيجيات العربية اللازمة للأمن الغذائي العربي ومناشدة الحكومات العربية للإسراع في عمل الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الزراعي. ويأتي انعقاد المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي بنسخته الثالثة والمزمع عقده خلال الفترة 27 إلى 28 فبراير القادم في قاعة الصداقة بالخرطوم، ليكون مواصلة لجهود الهيئة في تفعيل العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار الزراعي تحت شعار غذاؤنا مسؤوليتنا، برعاية كريمة من فخامة المشير حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الدولة المستضيفة للمؤتمر. وكما هو عهدنا جمهورية السودان التي تحتضن المقر الرئيسي للهيئة العربية للاستثمار والنمو الزراعي، فقد وجدنا ترحيبا ودعما كبيرين من جميع المسؤولين في السودان لاستضافة هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لجمهورية السودان رئيسا وحكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لنا في عقد هذا المؤتمر على أرض السودان الطيبة. نسبة للموارد المتاحة التي لم تستغل بعد، الأراضي الزراعية المتاحة في السودان واسعة بحجم يزول بأكملها، والمياه متاحة وفرص إنتاج الغذاء لكل الوطن العربي كبيرة وأكيدة. لذلك كانت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في القمة العربية. وليس المقصود فقط بأن نكتفي في السودان أو في العالم العربي فقط، وإنما نوفر الغذاء للسودان وللعالم العربي ولدول الجوار ولدول العالم بصفة عامة، لأن المعركة القادمة هي معركة الغذاء، ومن ملك غذاءه يملك قراره طبعا بلا شك. هذه المبادرة مبادرة الرئيس للأمن الغذائي هي توضح إرادة سياسية لدى حكومة السودان وشعب السودان للإخوة في الدول العربية وللعالم أجمع أن هنالك إرادة سياسية في السودان تجاه تنفيذ كل التوجهات والسياسات العالمية الدافعة إلى تأمين الغذاء. برامج بالإضافة للبرنامج القومي للإنتاج البستاني والحيواني